حصلت منيت أي أماني لناس ما عندك بيصلات. الناس اللي بتشوفهم صدفة ما بتجمع بينكم غير لحظات. الحاجة النازلة من الحافلة والحيل يا دوب قدر القدرة، ما تمنت ليها تقوم الحج أو تغسل همها بعمرها. والطفل المضغوط في شغله لآخر الليل يشقى ويتعب، ما تمنت ليه مزاج رايق لو خمسة دقايق بس يلعب. الشاب المرقى من الصايب ومعاه خطيبة ومبسوطة، ما تمنت ليهم في سرك يوم زفة وكوشة وزغروتة. لو ما تمنيت أهي فرصة وجات في شهر الخير موسم بركات. نتمنى لبعضنا وإن شاء الله مقبولة تكون كل الدعوات. أمانينا ودعواتنا للغير باب من أبواب الخير، وانت بتدعي لغيرك اتأكد انه في زول كمان بدعي لك. كل سنة ونحن كلنا بخير ورمضان كريم. بنك الخرطوم، انت اولا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. دي كلها ذكرتها أيوة نعم، هي دي قيمتنا الليلة، قيمة التحصين. هي قيمة عظيمة جدا جدا. نحن يا جماعة بالمناسبة في الدنيا دي ما عايشين برانا، يعني معانا عوالم أخرى. ما تخافوا ما تخافوا بعدين يقول والله مولانا ده قال لنا إنه في عفاريت وحاجات زي دي، لكن دي حقيقة مثلا. نحن محتاجين إنه نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا ونحصن ممتلكاتنا. في نحصنها من العين، العين حق، يعني العين حق وإنها لتدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. يعني واحد توقف بعين كده تقعد تفرفر كده ويلا خلاص. أنا أذكر كان عندي واحد صاحبي كده، بعدين عنده عربية عجباه، في كل يوم ما شاء الله يغسل هذه السيارة بتاعته. وفي يوم من الأيام مر عليه عين، شخص عينه حارة شديد، فعانى العربية. فقال لي أنا أثناء ما بغسل فيها كده اشتعلت فيها نار، فاستيقنت تماما. قال لي إنه والله يا أخي العين حق. قلت له حقيقة، ثلثي موتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من العين، 66.6% من أهل المقابر دي من العين. خلوا بالكم، يعني ما مسألة بتاعت يعني كلام ساي، لا ما كلام ساي. وما تقول لي والله يا أخي ده كلام خرافة وكلام، لا 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 لا، ده كلام حقيقي. عشان كده نحن يا جماعة لازم نتحصن. في برضو نتحصن يا جماعة من 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 الشياطين، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في دخولنا إلى الخلاء، في عدم التعري. في بعض الناس بيحبوا إنه يتعروا، يعني والله لزوم البرستيج ولزوم المودرنس. تلقى الواحد عنده، أول واحد عندها بنتها ما شاء الله ما شاء الله، وحالات الدنيا عليها كده شوية كده مفرهدة وزهرة جميلة، بنية صغيرة كده، لكن تلقاها ملبسينها لبس
عليه شيء من الـ 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 يعني عدم التحشم. فتقول لك يا اخي دي لسه صغيره يا اخي شافت شنو الدنيا. لا 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 لا، دي ممكن تطق واحد عين خلاص يسفر لك الاخر. فالناس يتحصنوا يا جماعه، نحن بنتحصن بالاوراد وبالاذكار اللي قال لنا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام في الصباح وفي المساء وعند دخولنا الى بيوتنا. يعني اول ما تيجي داخل بيتك قول بسم الله، بسم الله خرجنا، بسم الله ولدنا، وعلى الله ربنا توكلنا. خش سلم على ناس البيت، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جابوا الاكل خدتوه قول بسم الله. الشيطان بيقول يا جماعه، هو يقول لاولاد يلا ضحكاكم، لا مبيت لكم ولا طعام لكم في هذا البيت. لكن لما اشوف تي داخل ساي ياكل معك الشيطان ويوسوس لك الشيطان ويسول لك الشيطان، طالع من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا قوه الا بالله، يقول لك الملك هديت وكفيت ووقيت. دي حاجة كويسة جدا جدا، تحصين مهم يا جماعة، أو أدخلوا التحصين، حصنوا أنفسكم وأولادكم، كان يعني عندكم جريشات برضو حصنوه، الله يديكم العافية. حصلت منيت أي أماني لين أسمع عندك بيصلات، الناس اللي بتشوفهم صدفة ما بتجمع بينكم غير لحظات، الحاجة النازلة من الحافلة والحلية دوب قدر القدرة، ما تمنت ليها تقوم الحج أو تغسل همها بعمرها، والطفل المضغوط في شغله لآخر الليل يشقى ويتعب، ما تمنت له مزاج رايق أو خمسة دقايق بس يلعب، الشاب المرقى من الصايب ومعاه خطيبة ومبسوطة، ما تمنت لهم في سرك يوم زفة وكوشة وزغروتة، لو ما تمنيت أي فرصة وجات في شهر الخير موسم بركات، نتمنى لبعضنا وإن شاء الله مقبولة تكون كل الدعوات. أمانينا ودعواتنا للغير باب من أبواب الخير، وانت بتدعي لغيرك اتأكد انه في زول كمان بدعي لك. كل سنة ونحن كلنا بخير ورمضان كريم. بنك الخرطوم، انت أولاً.